بلدنا، وده جهد مشكور من وزارة الشباب، مديرية الشباب والرياضة في بورسعيد. الأطفال اللي معانا دول والبنات اللي معانا دول بسم الله ما شاء الله جمال جدا، هنشوف هما بيقدموا وبيحافظوا على التراث بتاع خط القناة كله. وأنا أعتقد إن وزارة الشباب عاملة ده هنا في بورسعيد وفي الإسماعيلية وفي السويس، إنما هنا سمسمية بلدنا هتقدم لنا النهاردة تراث السمسمية، وهذا أمر تتوارثه الأجيال. وقاعد وتعالوا نشوف الشباب المبدع الصغير ده هيقدم إيه ويعمل إيه. على نور الفنار غني غني يا سمسمية، الخير والعمار غني غني يا سمسمية، غني يا سمسمية. غني للحرية والخضرة والمية، والخضرة والمية والقلب اللي صافي النية، والنغمات البورسعيدية، والقلب اللي صافي النية، والنغمات البورسعيدية. غني غني صبح علينا، والغصن الأخضر ضل علينا، بتغني لي يا حمام، والمين مركب حبيبي في البحر وجاية، فردة إلهة طية وطية، فيه اللي أحبه بيسأل عليا، وقعد منه يا سلام، والمين بتغني لمين يا حمام، بتغني لمين يا حمام، ما اقدرش اجيكي تعالي انتي، ما اقدرش اجيكي تعالي انتي، اجننتوها وجننتني، جننتوها وجننتني، وانا رحت الخنك حصلتني، وانا رحت الخنك حصلتني، حتى الحصيرة بيعتني، حتى الحصيرة بيعتني. تعالي جنبي 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 تعالي جنبي. شكا شكا لو الشنكة لو، شكا شكا لو الشنكة لو لو لو، شكا شكا لو.
ده حاجه ثانيه. اه يلا يا شباب. لا ما بنطلع بس انا عايز اقول بس لوزاره مديريه الشباب والرياضه، وزاره الشباب انا بهنيهم وبهني المشرف على الفرقه بتاعتهم واللي بيدرب الشباب ده. البنات الصغيرين دولت والولاد دولت دول ابناء دور الرعايه، والحقيقه في اهتمام من الدوله كبير قوي دلوقتي بدور الرعايه. واحنا شفنا الاوركسترا الماسترو سيم سحاب برضو، وبرضو اللي قدموا حاجات حفلات الماسترو سيم سحاب، وهنا النهارده في سمسميه بلدنا اللي متقدمه في خط القناه برضو. ده مهم جدا، مهم جدا ان الاطفال اللي الحياه كانت قاسيه جدا عليهم، قاسيه جدا عليهم، لا اب ولا ام، يعني المساله قاسيه جدا عليهم، مهم جدا ان يتفتح لهم الباب ده. وعشان كده انا بقول يعني مش عارف اقول ايه، ان يعني وزاره الشباب لان عامله ده مع المصر وسليم سحاب والاوركسترا اللي معاه كله، وبتعمل النهارده البنات اللي زي الورد والولاد اللي زي الورد دولت اللي بيكلموا كلهم طفوله وكلهم براءه، وفي الاخر دول مصريين حقهم علينا ان هم ياخدوا حقهم في ده. والحق على فكره اللي بتتعمل هم كلهم في مدارس ما شاء الله، بس النهارده الفكره ان انا اشوف المواهب الفنيه اللي فيها واهتم بيها. انا دولت عاملين زي عود زرعي كان بيموت وانا سقيته بالميه لانه جواه حاجه، ودولت يعني ده دولت ان شاء الله باذن الله، يعني اذا كانوا ظلموا في حاجه فكله بامر الله وحكمه ربنا، انما مؤكد ان ربنا هيعوضهم. واول طريق التعويض ده ان هم دخلوا هذا المجال، وان هم الاهتمام اللي عملته وزاره الشباب بيهم.